السلام عليكم، أنا اسمي أبو بكر مصطفى. أنا أديتكم رقم تيستي السنة اللي فاتت، السنة دي هنكملها إن شاء الله. لو نتراجع ببساطة كده الأروماتيستي اللي خدناها السنة اللي فاتت، قلنا إن البنزين رينج ممكن نعمل لها الأول، خدنا إزاي نحكم إن المركب ده أروماتيك أو مش أروماتيك أو أنتي أروماتيك وهكذا. بعد كده قلنا إزاي نعمل رياكشنز على الأروماتيك رينجز. فأول رياكشن اللي هو الإلكتروفيليك سبستيتيوشن، نقدر نعمل هالوجينيشن باستخدام هالوجين زائد ألمنيوم كلورايد أو لويس أسيد. بعد كده برومينيشن او ايودينيشن نيتريشن، وخدنا فريد الكرافتس الكاليشن واسيليشن، تمام. ومن ضمن الرياكشنز اللي خدناهم السلفونيشن، وقلنا من ضمن كل الرياكشنز دي كلهم الريفرسبل ما عدا واحد بس اللي هو ايه، السلفونيشن. ده ريفرسبل رياكشن، يعني انا اقدر ادخل السلفونيت جروب واقدر اخرج السلفونيت جروب. ولو تفتكر السلفونيشن كان بيتم على البنزين رينج اللي هي مش اللي هي زي البنزين مثلا، باستخدام سلفوريك اسيد بس فيومنج، يعني في سلفر تراكسايد لازم بقى ايه، يعني مليان الكتروفيل. سلفر تراكسايد بيبقى سترونج الكتروفيل، ليه؟ لان السلفر بوندد لثلاثه اكسجين، فشيء متوقع ان السلفر هتبقى هايلي الكتروفيلك، عليها بوزيتيف تشارج all the time أو most of the time. فبالتالي السلفر ده ممكن يستقبل الالكترونز بتاع الاروماتيك ويعمل لي السيجما ارينيوم كومبلكس، اللي هو دبل بعد كده بيطرد الهيدروجين ويديني ايه السلفوريك جروب. فبالتالي كل الخطوات دي ريفيرسيبل، وعشان ندخلها نحط سلفوريك اسيد فوق السلفر تراكسايد، عشان نطلع من نطلعها يبقى بنعمل ايه؟ بنعمل العكس، يبقى اكيد بنعمل دايليوت السلفوريك اسيد مع هيتنج. ده كان اللي خدناه السنه اللي فاتت. ومن ضمن الحاجات اللي اخدناها مثلا ان ازاي امتى الالكتروفيك سبستيوشن يتم على انهي رينج، لو عندي ديفرنت رينجز او ديفرنت بوزيشنز، والافكت بتاع السبستيتوانت على الالكتروفيك سبستيوشن. فمثلا انا عندي الكومباوند دوت فيه تو رينجز، واحده اتاتش للاكسجين واحده اتاتش للكربون، فلما اجي اعمله سلفونيشن في وجود سلفر تراكسايد وسلفوريك اسيد، شيء متوقع ان ايه السلفونيشن هيتم على الرينج اللي انا راسمها باللون الاحمر دي، لانها مور اكتف عن الرينج الثانيه نتيجه انها متصله اتاتش بالاكسجين. اما لما تصل بالكربون الكربونيل فطبيعي انها تبقى ليس اكتف، فبالتالي السلفونيشن هيتم، والاكسجين طبعا زي ما عارفين دايركتنج بارا بوزيشن، كل ده مراجعه للسنه اللي فاتت. فبالتالي بتدخل السلفونيشن بارا، وممكن تدخل كمان اورسو، التو بوزيشنز ار كومبيتنج. فبالتالي ده كان مراجعه بسيطه اللي خدناه السنه اللي فاتت. النقطه اللي نعرفها ان السلفونيشن بسبب ان هو ريفرسبل رياكشن ليه اهميه خاصه في السينثس. ايه الاهميه الخاصه؟ قال لي ان انا ممكن استخدمه فور بلوكينج البارابوزيشن، يعني مثلا انا عشان احضر الاورثو برومو تراي تيرشر بيوتيل بنزين، ادخل برومو على التيرشر بيوتيل في الاورثو بوزيشن، يبقى لازم اعمل بلوكنج للبارا بوزيشن. وده بان انا اخد البنزين اعمل له فريد الكرافتس الكاليشن بالتيرشر بيوتيل في وجود الومنيوم كلورايد، وبعد كده ايه اعمل له سلفونيشن، سلفونيشن ادخل في البارا بوزيشن. ليه انا بعمل سلفونيشن؟ عشان لو عملت هالوجينيشن على طول هالوجينيشن والفيفور البارا بوزيشن. طب ليه؟ عشان التيرشر بيوتيل دي بالك جروب هتمنع الاورثو اتاك او تقلله، فبالتالي السلفونيشن هنا راحت دخلت قللت الاحتمال او منعت انه يدخل على البارا بوزيشن، يبقى البروبينيشن ما قداموش الا يتم على الاورثو، وبالتالي انا عملت كده ايه دايركتنج للرياكشن. طب انا السلفونيشن مش عاوزها، يبقى اعمل لها دي سلفونيشن باستخدام دايليوت اسيد وهيتنج. وهنا ده الدور اللي بنستخدمه في السينثيسيس، السلفونيشن ممكن ادخلها واطلعها تاني، يبقى بنستخدم كبروتكتنج جروب او بلوكينج جروب على الانزيلين. مش بس كده، ده بتقلل كمان الرياكتيفيتي. لو انا عايز امنع رياكشن على رينج او اقلله، فبدخل السلفونيشن. غير بقى هناخد بعد شويه ان السلفونيشن ممكن تستخدم في النيوكليفيليك سبستيتيوشن ليتر اون. طيب احنا ليه قلناهم تاني السنه دي؟ لان احنا بندرسهم ككلاس لوحدهم، الاروماتيك سلفونيك جروبس. الاروماتيك سلفونيك اسيدز دول ديريفاتيفز من الاسيد، سترونج اسيدز يشابهوا السلفوريك اسيد. هنا البنزين رينج كونكتد للسلفر مش للاكسجين، فهي دي ديريفاتيف للسلفوريك اسيد.
الاسيديتي فيري سترونج، بس في في نقطه لازم يعني توصل للمينرال اسيدز مش للكربوكس مور سترونجر عن الايه سترونجر عن الكربوكسيليك جروب. السلفونيت او السلفونامايدز كدريفاتيف من السلفوريك من السلفوريك اسيد دريفاتيفز ليها استخدامات طبيه كتيره، يعني سلفا دراجز كلها دريفاتيفز من السلفوريك اسيد عباره عن سلفا سلفونامايدز، ودي بتستخدم كانتي بكتيريال ومن اقدم الانتي بكتيريال، وكلنا استخدمنا السلفا دراجز مثلا لعلاج التونسيلايتس او التهابات الزور او الكلام دوت، مع طبعا اللي هتدرس بعد كده السايد افكتس بتاعتها، لكن هي كلاس كبير من الانتي بكتيريال. مش بس الانتي بكتيريا ده، بتدخل في حاجات تانية السلفونامايدز زي مثلا دايوريتكس، زي الدايوريتكس اللي هي مضره للبول، وهتدرس الكلام ده طبعا في الفارماكولوجي. فهي كلاس موجوده في الـ في الـ حتى في علاج الكربونيك انهيدريز اللي هي بنقول عليها ايه جلوكوموكر. السلفا دراجز ليها اكتيفيتيز كتيره، ولذلك انت لازم تدرس تعرف يعني السنس بتاعها، تعرف البروبرز بتاعتها. احنا بندي الاساسيات للكلام ده. طيب الجزء اللي فات ده كان نهايه الالكتروفيليك سبستيتيوشن، احنا النهارده هندخل كمان في جزء جديد اللي هو ايه نيوكلوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. احنا خدنا قبل كده الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن، هالوجينيشن، نيتريشن، سلفونيشن، فريد الكرامس، الكاليشن، الاسيليشن، لكن احنا في رياكشنز ثانيه للاروماتيك كومباوندز. ان انا ممكن اعمل نيوكلوفيليك سبستيتيوشن، نيوكلوفيليك سبستيتيوشن، وات داز ذس مين؟ ذس مينز ان انت الـ لو في مثلا هالوجين ممكن تعملها سبستيتيوشن بهيدروكسيل، وادي مثال رياكشن بسيط، تراي نيتروبنزين عليه هالوجين، ممكن استبدل الهالوجين بهيدروكسيل باستخدام صوديوم هيدروكسيد، وده عند درجه قليله خالص، وده مثال للنيوكلوفيليك سبستيوشن. طبعا احنا خدنا النيوكلوفيليك سبستيوشن في الالكايل هالايدز، فهل هي ليها نفس الطريقه يعني نفس الميكانيزم؟ قال لي الالكايل هالايدز بتتفاعل بالاس ان 1 او الاس ان 2. طب نشوف ايه الميكانيزم اللي يمشي معانا. نبص على الاس ان 1، الاس ان 1 طبيعي ان لازم يحصل بقى ديسوشيشن للبوند دي وتديني الكربون، عندي كربوكاتاين والهالايد يطلع، وبعد كده بقى بفكر في النيوكلوفيل. ده اس ان 1 طبعا ده مستحيل، لان الكربوكاتاين هنا اس بي 2 اوربيتال، اس بي 2 كاربون، وبالتالي فيري انستيبل، مش زي الالكايل هالايدز. الالكايل هالايدز تيرشر الالكايل هالايدز اس بي 3 تقدر تشيل بوزيتيف تشارج، لكن اس بي 2 مستحيل، يبقى خروج الكلورين بالشكل ده مستحيل. طيب الحل الثاني ان اس بي 2، والاس بي 2 لو تفتكر كان في الالكايل هالايدز يعني النيوكلوفيل بيدخل ويطلع ليفنج جروب ات ذا سيم تايم، يعني الاو اتش ابروتشنج الكربون والسي ال ليفنج الكربون. تمام، طبعا عشان الاو اتش تدخل هتواجه مشكله ان الرينج دي هايلي عليها الكترون كلاود عاليه جدا، ودي عليها نيجاتيف تشارج ففي ريبالشن، فصعب جدا الكلام ده، والهالوجين البوند دي سترونج عشان يحصل لها ديسبليسمنت صعب. فالاس ان 1 والاس ان 2 مستحيل. الله، امال ازاي بيتم المثال اللي قلته لنا قبل كده يا دكتور؟ قال لي في تو ميكانيزمز، المره دي هنشرح واحد وان شاء الله المحاضره الجايه نشرح الثاني. اول ميكانيزم ناخد الاكزامبل ده اللي هو بنسميه اديشن اليمينيشن، يعني في تو ستيبس. اول ستيب النيوكلوفيل ويل بي ادد على الكربون. الله، طب ما ادد دي معناها اديشن، يعني النيجاتيف تشارج هتيجي عند فين؟ الله، على الكربونه دي، يعني الالكترونز هتطلع من الاو اتش الماينس دي تيجي للكربون دي. طب والدبل بوند هتبقى هتبقى بوزيشند على الكربونه دي. طيب ده الخطوه بتاعت الاديشن. الخطوه بتاع الاديشن دي هل دي ستيبل؟ هنشوفها بعد شويه. طيب بعد كده الاليمينيشن يتم، وانس ان الاو اتش دخلت ده اديشن، بعد كده الالكترونز ترجع تاني تعمل الدبل بوند، بس المره دي مش هتطلع الاو اتش، هتطلع مين؟ الهالوجين. فانا عندي اديشن واليمينيشن. طب ايه اللي خلى الاديشن يتم؟ انت قلت الاو اتش صعب تدخل وتطلع في نفس الوقت الهالوجين، اسمعنا دخلت على خطوتين. قال لي على خطوتين لان هنا في نايترو، وهنا الرينج دي اكتيفيتد، يعني النيترو دي قللت الالكترون كلاود على الرينج فسهلت الاتاك. طيب وسهلته بسبب تاني، النيجاتيف تشارج اللي هتتكون دي النيترو هتشيلها، وهتشوف زي في السلايد اللي بعد كده. يعني قال لي مثلا لو استخدمنا الاورثو كلورو نيترو بنزين او البارا كلورو نيترو بنزين او الميتا كلورو نيترو بنزين، وحبينا نمشي الميكانيزم ونشوف الميكانيزم ده بيتم عند درجه حراره 130، الاو اتش هتعمل الاديشن والنيجاتيف تشارج هتبقى هنا. الله، طب ما الكربونه دي لما يبقى عليها نيجاتيف تشارج ده حاجه حلوه خالص بالنسبه لنا. ليه؟ لان بالاضافه لان النيجاتيف تشارج دي ممكن تتشال هنا وهنا، النيترو ممكن تدخل وتعمل ايه؟ وتاخد الالكترون، لان النيترو
هايلي ديفيشنت في الالكترونز، عايز الكترون، فبالتالي تعمل نيجاتيف ريزونانس افكت يعمل استابلايزيشن لايه للنيجاتيف تشارج، فده بيسهل دخول الاو اتش، بيسهل الاديشن ستيب. طيب الكلام ده ممكن يتم في البره، لان البره النيجاتيف تشارج لما بتيجي تكون على الكربون الورصه دي ممكن تتنقل على البار، وبالتالي ايه في بوسيبيليتي ان النيترو تساهم بالريزونانس افكت، نيجاتيف ريزونانس افكت، ولذلك الاديشن فيفورد، الاديشن فاسيليتيتد باي ذا نيترو. طب في حاله النيترو تبقى بيتا، هنا النيجاتيف تشارج تكون هنا اهو، وممكن تيجي هنا وتيجي هنا، امبوسيبل انها تيجي عند الكربون اللي عليها النيترو، وبالتالي النيترو هنا ليس لها دور في حاله الريزونانس، مش هتعمل ريزونانس مع النيجاتيف تشارج، مش هتعمل فاسيليتيشن للايه للخطوه بتاع الاديشن، وبالتالي وجود النيترو هنا على الاورسون بارا بوزيشن يسهل الاديشن ستيب. لكن وجود عالميتا لا، يبقى لما تكون عندي الكترون وذرو جروب عمل حاجتين، قلل الالكترونز في الرينج فسهل الاديشن، تاني حاجه اللي هو الاندكتيف افكت، تاني حاجه لو ليها نيجاتيف ريزونانس افكت وهي موجوده اورسو او بارا، يبقى انت كده خلاص انت كده ايه سهلت الايه النيكلوفيليك سبستيتيوشن. ولذلك الاديشن اليمينيشن رياكشن او السبستيتيوشن رياكشن دوت عشان يتم، اول حاجه لازم تكون الرينج سترونجلي دي اكتيفيتد، عليها نيترو سلفوريشن سلفوريت جروب او ديفرنت ايه الكترون درو جروبس، تاني حاجه عليها ليفل جروب هالوجن جود ليفل جروب عايزه تطلع، تالت الدي اكتيفيتد سبستيتوانتس لازم تكون موجوده فين؟ اورثو او بارا عشان يبقى لها ريزونانس افكت. تالت حاجه النيكلوفيل نفسه يبقى سترونج، يبقى انا بعدي الشروط دي يتم النيكلوفيلك سبستيتوشن يطلع الهالوجن. لكن لو ما عنديش هتشوف انه ايه مش هيتم بالطريقه دي، مش هيتم بالاديشن اليمينيشن، هنشوف المحاضره الجايه ممكن يتم ازاي. طب اديني ابلكيشن يا دكتور، ادي مثال الواحد كلورو انثراكينو، في كلور هنا على الرنج دي وجنبها ايه الانترا كيلو، يعني في 2 كيتونز هنا جروب وادي بنزين. طيب لو حطينا له صوديوم ميثوكسايد هنلاقي ايه؟ الله الهالوجين قدرنا نشيله ونحط الميثوكس. طب ليه تم الكلام ده؟ اول شروط، نشوف الشروط. اول حاجه الرنج دي الاروماتيك رنج دي دي اكتيفيتد، دي اكتيفيتد على 2 كربونيل وعليها حتى الهالوجين. طيب عليها ليفينج جروب، الهالوجين. النيوكلوفيل سترونج، سترونج. طب الدي اكتيفيتد جروب اورثو بار، واحده منهم اورثو وكمان الميتاد بس الاندكتيفيتد، يبقى بالتالي سهل ان نعمل النيكلوفيلكس. ادي الميكانيزم ببساطه، الاديشن بيتم، النيجاتيف تشارج لما تيجي هنا اهو ده الكيتو بتساهم في ان ايه بالبولاريزيشن ده تقدر تعمل ايه؟ تعمل شيرنج وتاخد الالكترونز وبالتالي تقلل النيجاتيف تشارج تزود الاستابيليتي بتاعت ايه؟ الاديشن ستيب. وبعد كده الليفنج جروب ترجع للالكترونز تاني ويرجع للاروماتيستي ويعمل ليفنج للهالوجين، يبقى دخلت نيكلوفيل طلعت نيكلوفيل. ده مثال لايه؟ للنيكلوفيلك سبستيوشن. فاكرين المثال اللي بدانا بيه المحاضره؟ اول واحد ايوه في النيكلوفيلك سبستيوشن قلنا التراي نيترو هالوجين بقدر اعمل له سبستيوشن بسهوله. قال لي الدليل ان الاديشن اليمينيشن بيتاثر بالسبستيتوانتس ان على حسب عدد النيترو اللي على الرينج على حسب سهوله الايه السبستيتوشن. لو عندي نيترو واحده بس السبستيتوشن يتم عند 130 درجه، لو عندي 2 نيترو يتم عند 100 درجه، طب لو عنده 3 نيترو زي الحاله دي يبقى يتم عند ايه 35 درجه او كده. فبالتالي ده كل ما تزيد الالكترونز درو جروبس وكل اورثو بارا للليفنج جروب يبقى انا عندي ايزير كونديشنز، وده الرياكشن الاولاني اللي هو ايه الاديشن اليمينيشن نيكلوفيلك سبستيتيوشن رياكشن، واللي بيتم على الهايلي دي اكتيفيتد رينجز، واللي بيتم باستخدام ايه اللي بيكون السيجما كومبلكس اللي هو الاناير اللي بتكون نتيجه للاديشن، وبعد كده ايه يتبعه الاليمينيشن ستيب. وبكده نقف عند ايه محاضره النهارده. احنا شرحنا الاروماتيك سلفوريك اسيدز، شرحنا اول جزء من الاروماتيك هالوجينز اللي هو ازاي اعمل نيوكلوفيلك سبستيتيوشن بالاديشن اليمينيشن. المره الجايه هنشوف لو الرينج مش اكتيفيتد وعليها هالوجين هل ممكن يتم رياكشن. طيب والابلكيشنز بتاع الكلام دوت والميكانيزم بتاعه ان شاء الله، واشوفكم على خير. شكرا، سلام عليكم.